طيب يا جماعه، طب عمالين نتكلم عن الاجازه والموضوع ده، فدي كانت انترودكشن بيني وبين نوران عن الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، وهو قضيتوا اجازه العيد ازاي. ويمكن في ناس كتير بيقول لك يا عم بقى السؤال ده عدى عليه زمن، لكن انا بحس ان السؤال ده ليه كده يعني، هو هيفضل مكمل معانا طول حياتنا. طول حياتنا كده تلاقي ان كل سنه او ممكن كل فتره تقضيتك لاي اجازه او بالاخص لاجازه العيد ممكن تكون مختلفه. ويمكن احنا بنشوف ان في ناس كتير يقول لك انا مستني العيد عشان انام، انا مستني العيد علشان اعوض الضغط اللي انا عندي مثلا، لو حد ممكن يكون بيشتغل اكتر من شغلانه او ظروف شغله او حياته بتكون مختلفه. في ناس قال لك لا انا العيد بالنسبه لي انا هنام، حد يقول لك العيد بالنسبه لي احنا هنذبح في العيله ومش عارف ايه، واول يوم ده انا هريحه وتاني يوم ممكن ابدا ايه ان احنا نتجمع او نعمل اي حاجه او نسافر. بس قبل ما نتكلم في المواضيع دي اعرف من نوران برضو هي قضت العيد ازاي. مش مهم انا قضيت العيد ازاي. لا ما ترديش على السؤال بسؤال بعد اذنك، انا مستعد للسؤال ده اصلا. لا ما من قبل ما اجي من الساحل الشمالي ما كنتش هسالك على فكره خالص بقى. لا كنت اقول لك مش مهم انا قضيت العيد ازاي، المهم انا وجهه نظري بقى بعد اجازه العيد المره دي اتغيرت ولا لا، يعني فضلت على حالها ولا لا. يا جماعه انا مقتنعه ان اللي يقعد في بيته في العيد يبقى انسان كده بيحترم نفسه وبيحترم ذاته، لانه العيد بقى زحمه جدا، الناس بتروح تتبسط لما بتسافر يعني في اجازه العيد، بيستغلوا ان دي اجازه ممكن تبقى اجازه طويله، فبيروحوا يغيروا جو ينزلوا البحر ويقعدوا كده يميديتيتوا كده اللي هو عارفه المديتيشن، يستجموا يفصلوا كده يفصلوا بالظبط. لكن فين الفصلان؟ انا مش شايفه فصلان، في كل مكان في زحمه، ناس كلها ما بتصدق تسيب القاهره وتسافر بقى تروح في اي حته، ساحل، جونه، اي منطقه ساحليه، راس صدر ممكن، دهب، نويبع، ايا كان بقى هم بيحبوا ايه وايه المود اللي بيحبوا يقضوه او يعني يعيشوا فيه، الدنيا زحمه جدا. فانا مش بحس ان الشخص رايح يستجم على قد ما هو رايح يعمل مجهود على ان هو يظبط مكان لنفسه على البول او على البحر. وعلى فكرة الساحل يعني برضو السنة دي شايفة صحابي كتير جدا بيقولوا انه زحمة ومشاوير كتير وسحلة، وانا يعني ما كنت بسافر برضو ده عيبه الوحيد على فكرة. انت عارفة انا بطلت اسافر الساحل في العيد عشان فكرة انه المشاوير، يعني انا مسافرة بفصل من كل حاجة، بفصل من السواقة، بفصل من المجهود، من التفكير في اي ترتيبات. فلما اجي عايزه احجز في مكان تليفونات، وعايزه اروح من مكان لمكان سواقه، وطابور طويل على البوابه اللي انا داخله المكان فيها، فشغلانه. فانا لا، السفر هو استمتاع بالوقت، الواحد يصحى براحته، يفطر، يقعد على البحر، يسمع ميوزك، يقرا كتاب، يعمل يعني تستمتعوا بحياتكم. انا شايفه ان القاهره في العيد احلى بكتير من السفر. عايزين تسافروا سافروا بعد العيد. حاسك قاعده بتقعدي مع امي. امي هي لا، دي تجربه تقريبا. انا تجربه شخصيه. هقول لك حاجه، انا بقى مع رايك ده جدا، مع يعني رايي انا جدا. ليه؟ ان زمان انا ممكن يكون كانت يعني عاداتنا وتقاليدنا ان احنا بنتجمع في العيد اكتر، لو مثلا خلاني هيذبحوا كلنا بنتجمع، لو اي حاجه، بس كانت حياتنا ماشيه طبيعي جدا. العيد بنتجمع اول يوم، ولبس العيد والجزم والحياه الطبيعيه جدا. بعد كده مع مرور الوقت، مع الشغل، مع مش عارف، انا بقيت اخد ان اجازه العيد ايه ده مثلا، ده احنا ممكن ناجز هنا، طب احنا مش عارف ايه، فعلشان الجدول زي ما انت عارفه ان جداولنا بتبقى ايه التحرك، فما اقدرش ان انا ايه اسافر اكتر مثلا من يومين وارجع وهكذا. فبقيت الموضوع اتغير ان انا العيد، طب ايه ده، طب انا عايز ايه اسافر. بقيت بقى ايه بنسى احساس العيد، مش واخد بالي ان العيد جه، لان في السفر بتتسحل. انا مهروس في اللي هو يلا علشان نحلق. ويمكن يعني الناس اللي هم دايما بيترددوا على الساحل الشمالي بصفه يعني منتظمه، نقدر نقول ان هم دايما بيروحوا وبيجوا، دايما في كلمه كده مشهوره قوي على السوشيال ميديا يقول لك يلا علشان نلحق. ما تعرفش تلحق ايه؟ ما هي دي بقى اللي انا يعني معترض عليها، ليه نفضل على طول في عجله؟ يعني ليه على طول احنا مستعجلين ويلا عشان نلحق، لازم اصحى بدري عشان الحق افطر، عشان الحق اقعد على البيتش، عشان بالليل ورانا ايه شغلانه. فانت لما بترجع بقى من اجازه العيد او الاجازه اللي انت فيها بتبقى محتاج اجازه تانية تفصل، صح، يومين ثلاثه عشان تبدا تستعد لمود الشغل. أوه. مش كل الناس بتعرف حقيقي تبقى تطلع من الاجازه على الشغل على طول على فكره. بصي هي مجهود بدني جامد. هو بيبقى طبعا في مجهود بدني وكل حاجه، بس هو يعني ممكن يعني انا بشوف ان انا ممكن اكون فصلت شويه نفسيا
عملت حاجه غير روتينيه من اللي انا بعملها. حتى لو سقت، بس مثلا انا سايق مسافه مثلا عشان رايح البحر الفلاني، رايح تتبسط يعني. يعني وكده كده الشغل الواحد برضو بيتبسط فيه وكل حاجه، بس عارفه اللي هو ايه، غير التعود، غير ان المشوار المتكرر هو هو بنفس الشارع، بنفس العلامات اللي بتشوفيها، نفس كل حاجه. فده ممكن يكون بيصور للناس شويه، او بيصور لي انا شخصيا حته اللي هو نفسيا ده تعود خلاص بقى، وبقى روتين زياده عن اللزوم. فالموضوع مختلف شويه. لا بيبقى مجهد جدا في الساحل. ويمكن انا ثالث يوم او اخر يوم اللي هو كان يعتبر امبارح، كنا احنا مقررين اول يومين ده كنا بنجري فعلا علشان نلحق، ونلحق ننام ونصحى علشان نروح نلحق ما اعرفش مثلا هنعمل ايه، ونتجمع عند انهي بحر، اصل البحر ده مش فاضي، اصل البحر ده زحمه، وبعد كده في مسافات، فانت محتاج نص ساعه او ساعه الا ربع عشان مكان لمكان. بالظبط. فدي كانت، فجينا قررنا ثالث يوم ده اللي احنا قلنا هناخده كله على البحر، ونخلص هناكل ونروح نريح شويه ونرجع. يعني احنا مش هن يعني مش كنا المفروض نمشي الصبح مثلا، لا قلنا لا خلاص وترجعوا في نفس اليوم. هنريح شويه، وكل واحد فعلا روح، والدنيا كانت جميله. وقررنا هو لا، يعني مش كل يوم هيبقى فيها معركه السواقه او معركه يلا علشان نلحق ويلا علشان نجري. يعني قررنا لو قلنا ايه، يوم يوم، وفعلا قسمنا، هم كانوا ثلاث ايام، خدنا كل يوم ليه حاجه معينه عشان كان عددنا كبير جدا. فدي كانت لازم، انت عارفه الاعداد لما بتزيد تبقى ميزه وعيب، بس لحظه حد في راي، وكل واحد حابب حاجه التاني مش حاببها. بالظبط. على ما تتجمعوا على راي واحد بتاخدوا ساعتين ثلاثه. هنروح ناكل في حته مثلا، رايحين مكان فيه 70,000 مكان. بقينا متجهين كده اللي هو يا جماعه احنا هنروح المكان من غير مسميات، هنروح المكان ده فيه اكتر من 10 اماكن مثلا اكل. كلنا متفقين ان احنا رايحين بحر مثلا فاضي شويه. طب ايه اللي فاضي، ايه الحاجات اللي طالعه جديده مثلا نروحها، فممكن نروحها. بقينا ماشيين اللي هو كده، فانا قسمنا اللي يمكن. هسالك بعد ما ناخد مريم، هسالك أوكي. سؤال بفكرني ماشي؟ انا هفكرك جدا. اوكي يا مريم، ازيك؟ كلهم طيبين. وانتي طيبه؟